بلا شك أن هناك ضوابط لولاة الأمور ينبغي أن تتوافر فيهم، وهذه الضوابط لولاة الأمور مبسوطة في كتاب، أوردت عددا منها في كتاب التسهيل تفسير سورة البقرة، وذلك عند قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكذلك في سورة يوسف عند قول الله تعالى: وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك، في سورة يوسف عموما. فهناك ضوابط لمن يصلح أن يكون ولي أمرا للمسلمين، لمن يصلح أن يكون خليفة عامة للمسلمين. قد أورد الشيخ الشنقيطي طائفة من هذه الضوابط عند قول الله تعالى: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فليرجع إليها من شاء.